مساء الخير واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من الطوش، معي انا رند العلمي. اليوم معي ضيف هو من متابعين مزاج اف ام، اسمه حمزه محمد مفلح. اكيد رحبوا معي بحمزه. هاي حمزه. اهلا وسهلا، كيف حالك؟ الحمد لله، الله يسلمك. شو اخبارك؟ تمام مريح الحمد لله. شو افطرت وصحصحت؟ هلا وضعك تمام؟ مليح الحمد لله. الحمد لله. شو افطرتوا؟ طيب شو اليوم؟ شو افطرت؟ صحه وهنا يا ربي قلبك ان شاء الله. انت عارف مبدا لعبه الطوش حمزه؟ بعرف. طيب يعني بس على السريع خليني اذكرك بالحساب. اللطش ب 15، الديناري ب 10، بنت عاديه 25، بنت مدبله 50، شيخ عادي 75، وشيخ مدبل 150. رح نبلش انا وياك على السريع بالسؤال الاول، ومعك على كل سؤال من الاربع اسئله 10 ثواني عشان تجاوبهم، تمام؟ شو هو؟ معك 10 ثواني على كل سؤال من الاربع اسئله عشان تجاوبه، تمام؟ نعم تمام. يلا خلينا نبلش بالسؤال الاول اللي بيقول: أكلت بنت مدبلة وخمس ديناريات وما أكلت ولا لطش ولا الشيخ، قديش بيطلعوا؟ 100. برافو عليك يا حمزة، أكيد الإجابة الصحيحة هي 100. وعلى السريع بننتقل للسؤال الثاني: إذا أكلت بنت عادية ولطش وما أكلت ولا دينارية، قديش بيطلعوا؟ السؤال بقدر سمحتي. إذا أكلت بنت عادية ولطش واحد وما أكلت ولا دينارية، قديش بيطلعوا؟ بنت عادية ولطش واحد. أها. 40. برافو عليك، أكيد الإجابة الصحيحة هي 40. حمزة قبل ما أنتقل معاك للسؤال الثالث، خبرني أكثر شو بتعمل بحياتك؟ والله قاعدين مع الحجر ونسوي شيء. بالعادة أنت إيش تعمل؟ خلصت توجيه. يلا ألف ألف مبروك. يعني ما بشتغلش. يلا إن شاء الله هلأ بس ترجع الحياة لطبيعتها، بتروح على الجامعة وبتخلص الجامعة وبتشتغل، بس أهم شيء أنك دائما تتابع مزاج أف أم. إن شاء الله إن شاء الله. يلا على السريع ننتقل للسؤال الثالث اللي بيقول: إذا أكلت أربع لطوش وما أكلت ولا بنت ولا شيخ ولا دينارية، قديش بيطلعوا؟ أربع لطوش 60. أها. برافو عليك، أكيد الإجابة الصحيحة هي 60. وعلى السريع على السؤال الرابع والأخير اللي بيقول: إذا أكلت دينارية واحدة وشيخ عادي وبنت مدبلة، قديش بيطلعوا؟ معك 10 ثواني. بنت عادية. عيد السؤال إذا سمحتي. دينارية واحدة، دينارية واحدة وشيخ عادي وبنت مدبلة. شيخ عادي 110. طب ارفعهم شوي أكثر. ارفعهم شوي أكثر. 105 أوتا لا 135. الله عليك، أكيد الإجابة الصحيحة هي 135. يعني حمزة بدي أقول لك ألف ألف مبروك، ربحت معنا فاوتشر بقيمة 20 دينار مقدم من محمص العائلات شاهين البيادر، بالإضافة لفاوتشر بقيمة 10 دنانير مقدم من تشوكوهوليك كافيه، وكمان فاوتشر مقدم من نومرز. ألف ألف مبروك يا حمزة. الله يبارك فيك. يلا أنا كتير انبسطت بوجودك معي وبمشاركتك يا حمزة، ضلك بخير وكل سنة وأنتوا سلمين سلف وضلك دائما تبعنا. شكرا، الله يعطيك العافية. الله يعافيك، شكرا لك يا حمزة. أما بالنسبة لسؤال حلقتنا لليوم، فالسؤال بيحكي: إذا أكلت شيخ مدبل ودينارية واحدة وثلث الطوش، قديش بيطلعوا؟ جاوبوني بكومنت عشان تكتروا من فرص أنكم تكونوا ضيف من الضيوفي ببرنامج الطوش، أو فيكم كمان تبعتوا على الواتساب اللي هو 078-953-0606. خلصت حلقة الطوش لليوم، بلاقيكم بكرة بنفس الوقت، من هون لوقتيها الله معكم. للمشاركة في البرنامج أرسل اسمك على رقم الواتساب 078-953-0606 أو أرسل رسالة على صفحتنا على الفيسبوك @mazajfm.